وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. استمرارا لجهود وزارة الداخلية لفرض الأمن وضبط الجناه والخارجين على القانون وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحل والجمال بنطاق محافظة الشرقية. تم ضبط 477 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1549 قطعة سلاح ناري، من بينها 320 بندقية و172 بندقية آلية و119 طبنجة وتسعمائة وثمانية وثلاثون فرد محلي الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 4194 طلقة متنوعة، إضافة لألفين وثلاث وثلاثين قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 569,316 حكم قضائي، من بينها 2504 حكم جناية و192,446 حكم حبس و296,381 حكم غرامة و77,985 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 28 تشكيلا عصابيا ضموا 77 متهما قاموا بارتكاب 155 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 جريمة ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالية 74 متهما، كما تم ضبط 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1659 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1791 متهما وبحوزتهم أكثر من 124.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 630 كيلوغرام من نبات المانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 23.5 كيلوغرام وعدد 32,261 قرص مخدر وكمية من مخدر الاستروكس بلغت ما يقرب من 21 كيلوغرام. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.